وبناء عليه نرجع مصر. النقابات المهنية هنا في مصر بتطالب بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي بالقاهرة. دي بردود أفعال، بعض ردود الأفعال اللي بتتخذ بناء على هذا القرار اللي أغضب الجميع. في ردود أفعال بتبقى عالمية اللي هي الرفض، وبتبقى لازم تكون خطواتها متأنية شوية، وفي ردود أفعال بتبقى محلية زي اللي هقولهالكوا دلوقتي، حيث أصدرت النقابات المهنية المصرية بيان امبارح الخميس نددت فيه بقرار ترامب، ودعت إلى تفعيل مقاطعة المنتجات والسلع الأمريكية، والدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية لإعلان الرفض التام لقرار ترامب، والمطالبة بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي بالقاهرة. نص البيان، هقول لكم نص البيان حالا. تعلن النقابات المهنية المصرية رفضها التام والقاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، واصفة هذا القرار بالإرهاب الدولي الواجب مقاومته. وتثمن النقابات المهنية موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والإدارة السياسية الرافضة لقرار ترامب. ردا على القرار الأمريكي، تعلن النقابات المهنية، أعلنت الحقيقة يمكن أكثر من توصية أو أكثر من قرار، أو قالكوا 9 توصيات. هنروح دلوقتي نسمع التوصيات دي من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. الو، ايوه، صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب، في 9 توصيات خرجتم بيها امبارح من البيان اللي اصدرتوه بمناسبة مقاطعة المنتجات الأمريكية والمطالبة بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي بالقاهرة. طبعا احنا بنحييكم يا فندم، وعايزين شرح يعني مفصل لـ9 توصيات. حضرتك طبعا هي 9 توصيات. هذا الاجتماع تم بالأمس في نقابة المهندسين بحضور 11 نقابة مهنية، وهذه النقابات كلها مجتمعة على وصف التصرف الامريكي بانه نوع من انواع الارهاب، وطبعا كلنا تناقشنا في ان هذا الارهاب مستمر. أيوة. هم اللي عملوا داعش، هم اللي عملوا القاعده، وهم اللي بيمثلوا دور الارهاب الاكبر مع اسرائيل في المنطقه. ايوه، احنا لنا مجموعه، اتفقنا على مجموعه من الاجراءات، وهي الدعوه زي ما حضرتك قلت الى وقفه احتجاجيه امام السفاره المصريه، يشارك فيها كل المنددين بهذا القرار. طالبنا بطرد السفير الامريكي والسفير الاسرائيلي من القاهره واستدعاء سفرائنا من هناك. طالبنا باعاده النظر في اتفاقيه كامب ديفيد والمطالبه بالغائها. طالبنا بتفعيل المقاطعه، وهنا المقاطعه هذا سلاح شعبي وسلاح مهني، تستطيع النقابات المهنيه وتستطيع الشعب المصري ان يمارسه دون اي قدره على منعه. تمام. طيب، خليني اقول لحضرتك حاجه يا فندم. هنا حضرتك احد التوصيات المهمه مطالبه البرلمان المصري والبرلمانات الدوليه بمراجعه كافه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني زي اتفاقيه كامب ديفيد واوسلو وغيرها زي ما حضرتك قلت، وهنا الاتفاق على عقد مؤتمر تحت عنوان القدس عاصمه فلسطين العربيه. كلمني بس شويه كده عن المؤتمر ده باشمهندس. حضرتك احنا طبعا هناك اهمال كبير في السنوات الماضيه لوضع القضيه الفلسطينيه على مائده اهتمامات الشعب العربي. وبالتالي احنا اولا شكلنا لجان لفلسطين او لتحرير فلسطين في كل النقابات المهنيه، وستجتمع هذه اللجان وتدعو الى مؤتمر موسع في القاهره تحت شعار فلسطين عربيه والقدس عربيه عاصمه فلسطين. احنا في راينا ان هناك نوع من انواع الاهمال تم، لازم الاجيال الجديده تشعر وتعيش مره اخرى ان هذه قضيتنا كلنا، وان القضيه الفلسطينيه والوحده العربيه هو اساس لحياتنا ولتقدمنا ولمعيشتنا. جميل جدا. انا يا فندم بشكرك وبحييك مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. عموما القضيه الفلسطينيه دائما كانت محل اهتمام مصر، حتى في ظل الأزمات أو في ظل المشاكل أو في ظل الحروب، لأن دور مصر الإقليمي ودورها المحوري أولا، وهناك فرق كبير بين أن تكون القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية أو أن الدولة وأن الدولة المصرية بتكون بتتدخل. ده مش تدخل، بس أقول ده علشان أوضحه. الحاجة الثانية، المخططات اللي موجودة علشان تعمل انقسام في الدول العربية
ساعدت كثيرا في هذا، واللي ساعد فيها ان قصة الانقسام دي انجرف وراها ناس كتير، نتيجة لان السنين اللي فاتت الناس ما كانتش مهتمة قوي بالحياة السياسية او مش فاهمين ان قد يحدث انقسام في الدول العربية. انهاك الدول وانهاك الجيوش بهذا الشكل طبعا، حيث ان يعني دلوقتي زي ما احنا شايفين ان مفيش يعني جيش واقف على رجليه الجيش غير الجيش المصري، هو اقواها واكثرها صلابا، وهو دلوقتي المنوط به هو الدرع والسيف لمصر وايضا للحدود. فقصه ان احنا لازم نتعلم من درس الانقسام، الانقسام ممكن يكون ساهم بنسبه اكثر من 50% في اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي، ان لم يكن اكثر كمان من يمكن 70. معنا تليفون دكتور خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين. دكتور صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك امبارح كنت طبعا حاضر الاجتماع الخاص بالنقابات المهنية، اللي تم ايه فندم في الاجتماع؟ احنا يمكن كنا مع مهندس طارق النبراوي ناقشنا موضوع البرلمان، وناقشنا موضوع ايضا الاجتماع اللي حضراتكم بتطالبوا بيه القدس عاصمة فلسطين. ايه تاني يا فندم ورد كتوصيات في هذا الاجتماع؟ وكله ظهر في البيان، مش عارف البيان عند حضرتك ولا لا. بس احنا ما قلناش التوصيات، قلنا البيان بس ما قلناش التوصيات. حضرتك شايف الاجتماع ازاي؟ البيان اكثر دقة طبعا من اللي انا اقوله، لان هو مكتوب تمام يا فندم. حضرتك اكتر حاجة والبيان معانا اهو يا فندم على الشاشة. بتشكل لجنة لتحرير فلسطين في كل نقابة، ويرفع العلم الفلسطيني على كل النقابات، مطالبة بوقفة السفارة الأمريكية. ده كانت قرارات النقابات المهنية، وموافقة ابتدى مؤتمر دعوة المؤتمر عام لكل الاتحادات المهنية النقابات المهنية على مستوى العالم العربي في مصر. طبعا رفض القرار، وبنؤكد ان احنا بنتوجه بالشكر برضو لرئيس جمهوريتنا اللي رفض القرار. كل دوت موجود في البيان بالكامل. تمام دكتور خالد، هل يعني ده اجتماع واحد فقط ولا في يعني قد تكرروا هذه الاجتماعات مره اخرى؟ في لجنه عامه يا فندم دلوقتي حاليا بتنعقد بصفه دوريه، ولجنه كل نقابه، وبيتم التواصل مع كل الجهات وكل النقابات والاتحادات العربيه. يعني انا رئيس الاتحاد العام للاطباء البيطريين العرب، بتواصل دلوقتي مع النقابات على مستوى العالم العربي، كذلك نقيب الصيادله دكتور محي عبيد نقيب عام العرب بيتواصل نقاباته على مستوى العالم العربي، وهكذا بحيث ان يبقى في دعوه في مصر خلال الايام القادمه. تمام. للنقابات على مستوى العالم العربي، بما فيها كمان النقابات الفرعيه اللي في مصر، لان الموضوع مرفوض يعني تماما. ما حدش ابدا عربي هيقبل ان القدس تبقى عاصمه اسرائيل. تمام. طيب كيان صهيوني ده مش هنعمل، احنا مش قابلينه على قلبنا، على قلبنا اصلا. طب دكتور خالد، خلينا اتكلم شويه عن سلاح المقاطعه. يعني انتم في ناس امبارح لما سمعت موضوع المقاطعه ده قالت ان ده يمكن يكون حل، وناس ثانيه رأي تاني بيقول لا ده مش حل. هل هناك إجراءات اتخذت بالفعل في تفعيل سلاح المقاطعة؟ يعني في حاجات اتخذت كل على الأرض، كل معدات بقى ويعني ولا نوع المقاطعة ازاي؟ طبعا المقاطعة أساسها اقتصادي، والاقتصاد بيؤثر دلوقتي أكثر من أي حاجة على مستوى العالم، وله تأثير تمام. قوي. طبعا بيسيب اثره عند الشعوب المتضرره. يعني لو حضرتك بتقطعي المنتجات الامريكيه، ففي الحاله دي بتفوقي المواطن الامريكي للضرر البالغ اللي وقع عليه نتيجه قرار غاشم. طبعا بالنسبه للدواء، في ادويه كتيره بتيجي من امريكا وليها مسائل في مصر. ده كان سؤالي بقى يا فندم، الادويه دي ليها بدائل؟ يعني احنا عادي ان احنا نستغنى عنها؟ عشان في ناس قالت ازاي وهنقاطع. في فرق ما بين المثيل والبديل. مسائل مش بدائل. مسائل. يعني حضرتك البراند بيبقى مثلا امريكي، انما في حاجه اسمها جينيريك يكون مثيل له وموجود في، لان كل دواء يعني الماده الفعاله بتبقى موجوده في ده وده.
اه يا فندم موجوده، بس ده بسعر وده بسعر. ده بسعر وده بسعر، تمام. وطبعا في دكاتره بتكتب البراند اكتر منه المثيل، وبالتالي من بيبقى في شهره البراند اكتر منه المثيل. فطبعا تمام. نقابه الصيادله بتتولى حصر كافه هذه الادويه، وطبعا انها تتعاون مع الاطباء والاسنان بحيث انها توفر لهم المسائل دي في صوره جداول واضحه تمام. عشان يبدا يكتب المثيل. بالنسبه لنا احنا كطب بيطري عندنا اضافات الاعلاف بتستورد في منها جزء من امريكا، جزء امريكي اصلا في منه يعني بدائل كتير جدا 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 من دول اخرى من اوروبا وشرق اسيا موجود عندنا في مصر. من هذا يعني على فكره موضوع المقاطعه المنتجات دي مؤثر جدا جدا جدا، وهيبقى بالمليارات مش بالملايين زي ما الناس متخيله يعني. تمام، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على هذه المداخلة. دكتور خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين العرب. وفي نفس السياق مشاهدينا، نقابة الفلاحين تطالب السيسي بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات. طلبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ما يعد نسفا لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وأيضا يعتبر استفزاز لمشاعر المسلمين بكل أنحاء العالم. قال نوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين أن القدس عربية وستبقى عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية للأبد، وقرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس تصرف أهوج ولن تعترف به الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، لافتا إلى أن القرار يعد ضربة قاسمة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما أنه إجهاض لجهود السلام المبذولة من القيادة المصرية للوصول إلى حل الدولتين واسترداد الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه المغتصبة. حذر أبو اللوز من المخطط الإخواني واستغلال غضب الشعب المصري من القرار لإعادة الفوضى للبلاد مجددا، حيث قامت قنوات الإخوان بشحن الشعب المصري ضد القرار بهدف الوصول إلى انتفاضة جماهيرية ليتم استغلالها لإعادة الفوضى مرة أخرى للشوارع المصرية من جديد. دي نقطة مهمة جدا، يعني حتى قرار زي ده تستغله هذه القنوات المشبوهة علشان تضر، ملهاش دعوة بقى، هم على فكرة فكروش في قضية فلسطينية خالص، يعني هم بيستغلوا أي حاجة علشان يعني يشعلوا الشارع المصري حتى لو القضية ما يبقاش ده حلها. معانا تليفون. طيب معانا السيد النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين. صباح الخير يا فندم. صباح الجمال يا فندم. أهلا بيك. اولا يا فندم، حضرتك قلت في البيان امبارح نقطه مهمه جدا، وهي نقطه استغلال القنوات الارهابيه او قنوات الاخوان لمثل هذه الاحداث لاحداث فوضى في الشارع المصري، تمام؟ نعم. حضرتك توقعت ايه يعني، او شفت الموضوع ده ازاي؟ احنا مش دلوقتي يعني اعتقد ان في وعي كفايه ما يخليناش نستجيب لحاجه زي كده يا فندم. لا يا فندم، هو احنا مش بنتكلم على الاستجابه، احنا بنتكلم على الشيء الطبيعي اللي هو اصلا مقصود في الموضوع اصلا. يعني اشرح لي بقى وجهه نظرك، اللي مقصود ايه؟ يا فندم ايوه، يعني القنوات دي يا فندم بتعمل لها بالبلاء. اولا هم احنا اتعودنا على الطبع بتاعهم الرخيص السيء ده، كذب، اللي هو اللي هو دايما بيتعمل. اي موقف دايما ابدا يكون من صالح البلد تلاقيهم نايمين خالص على التواصل الاجتماعي وعلى القنوات بتاعتهم وعلى الكلام ده. تمام. بنلاقي موقف عام خالص كده، وموقف ممكن يكون اصلا الدول بتتكلم فيه ورؤساء الجمهوريات بتتكلم فيه كلام صح، وبتصدر حضرتك بيانات تلاقيهم هم بقى ابتدوا يسخنوا. بس بيسخنوا مين؟ بيسخنوا المجموعه بتاعتهم، لان احنا الشعب بتاعنا اصلا شعب واعي وشعب مثقف. محضر. طب هما بيسخنوا المجموعه بتاعتهم ازاي؟ انا اعتقد او عندي عقيده ان انا لو عرفت يعني الناس دي عايزه تعمل ايه او بتفكر ازاي او بتحاول ان هي تدخل في شؤون الشعب المصري بشكل سافر وشكل اهوج طبعا، ازاي انا هقدر اتصدى ليها؟ عن طريق التوعيه وعن طريق الابلاغ وعن طريق حاجات كتيره جدا. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل بقى، المفروض اللي يحصل من الاعلام بتاعنا المحترم زي ما انت حضرتك بتكلمي، زي ما احنا ما اصدرنا بيانات. تمام تمام. ده المفروض ان هو يحصل على برضه على صفحات التواصل الاجتماعي. ان احنا ما نستمع ما ننصتش لهؤلاء. كل واحد في مكانه يا فندم. كل واحد في مكانه يوعي الفئه اللي هو موجود فيها.
ده المفروض لما يقول احنا ناس بنحب البلد بتاعتنا ما نوقفش نبص على الاشكال دي كويس. ان هي تعمل حاجه واحنا نوقف نتفرج عليها. احنا مش هنتفرج على حد، احنا تمام. مش هنتفرج على حد، احنا هنوعي شبابنا، هنوعي فلاحينا، هنوعي كل الناس، الفئات اللي هي موجوده حوالينا. احنا بنقول لهم احذروا الناس دي، الناس دي مخطط، في اجندات بتتنفذ، ومصر ان شاء الله باذن الرحمن ما حدش هيقدر يمسها بسوء خالص، والقدس والقدس هترجع، وما حد مش هيبقى فيه عاصمه. وسياده الرئيس اصدر بيان، سياده الرئيس برضه اصدر بيان، يا ناس بصوا الاول، انتوا كمجموعه معينه فيها معينه، بصوا الاول حللوا الوضع، شوفوا القاده بتاعتنا هيقولوا ايه، بعد ما يتكلموا القاده بتاعتنا شوفوا هل هو هيتم الموضوع او مش هيتم. تمام. احنا دايما في متابعه للمستجدات، بس اهم حاجه التحليل يكون دقيق ومبني على معلومات صحيحه ومعلومات متحرره عنها بشكل صحيح، وتاخد الوقت الكافي ليها علشان نخرج لما نخرج بتصريحات، نخرج بتصريحات او نخرج بمعلومه على الجمهور، نخرج بمعلومه صحيحه غير مضلله حتى لو مش مقصوده، عشان ما حدش يقول في ناس قصده وفي ناس مش قصده. شكرا ليك يا فندم السيد النوبي ابو اللوز الامين العام لنقابه الفلاحين. نروح لموضوع يعني مختلف شويه، بس هو الحقيقه مش مختلف. فاول حاجه قبل ما اقول الخبر، لما يبقى زي ما الاستاذ نوبي قال من شويه ان احنا كل واحد في مكانه هيوعي الناس اللي حواليه، لما يبقى في تنميه ولما يبقى في عمل ولما يبقى في ناس مشغوله بان هي تنمي وتبني، مش هيبقى في اي ارض خصبه ولا بيئه خصبه ان حد يقول شائعه او حد يستدرج، لان الناس اللي بتستدرج بتبقى دماغها فاضيه. فلو حضرتك دماغك مليانه بحاجات مهمه او حاجات تخصك او حاجات تخص بلدك او حاجات تخص تنميتك، هتبقى خايف عليها، فمفيش حد هي يعني هيخليك ان انت تروح ناحيه تفكيره الارهابي او تفكيره العقلي، حتى لو بيلعب على العاطفه، لان دي طبعا الفرصه بتاعتهم دلوقتي ان هم يلعبوا على العواطف. فكويس ان احنا ما شاء الله عندنا يعني او بقى عندنا هذا الوعي. السيسي